السلام عليكم. 7 علامات تدل على حسن الخاتمة، احذر إذا رأيت غيرها. ولكن فضلا قبل أن نبدأ، اخبط لايك واشترك في القناة ويلا بنا نبدأ. إن المشغول في أمور الدنيا وما فيها من الشهوات والملذات يغفل قلبه ولسانه عن ذكر الموت، فلا يعد يتذكره، وإن ذكره كان كارها له نافرا منه. أما المتعلق بربه فإنه يأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوصى بالإكثار من ذكر هادم اللذات ألا وهو الموت، كما وصف رسول الله المكثرين من ذكر الموت والاستعداد له بأنهم الأكثر فتنة وكياسة، فالقلب إن غفل عن ذكر الموت فسد. والمكثرين من ذكر الموت يكرمهم الله بثلاثة أشياء، هي تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة، والعكس من ذلك إن كانوا مقلين من ذكره. وللموت سكرات يعاني منها كل مخلوق، قد يهونها الله على بعض عباده كالشهداء، وقد تشتد على بعضهم تخفيفا عنهم وزيادة في الرحمة ورفعة في الدرجة كالأنبياء، وأقربهم مثالا ما عاناه سيدنا محمدا في موته، وهو من أحب العباد لله وأقربهم إليها، وحق على كل إنسان أن يستعد للموت قبل مجيئه، وذلك بالإكثار من الأعمال الصالحة. وقد حث الله تعالى على اغتنام الفرصة دائما قبل حلول الأجل. أما عن علامات حسن الخاتمة، إن للخاتمة الحسنة أمارات وعلامات تظهر على الميت حين موته، وقد ذكره الشيخ الألباني في كتابه أحكام الجنائز، وهي علامات يستدل بها على حسن الخاتمة، ألا وهي النطق بالشهادتين عند الموت، فمن كان آخر قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. الموت برشح الجبين، وهو الموت بعرق الجبين، فقد ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم موت المؤمن بأنه يموت بعرق جبينه، الموت ليلة الجمعة أو نهارها، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. الشهادة في سبيل الله، فمن مات شهيدا كان له عند الله 6 خصال، منها أن يغفر له عند أول دفعة من دمه، ومنها أن يرى مقعده من الجنة. الموت بمرض الطاعون، حيث أن الموت بالطاعون يعد شهادة لكل مسلم. الموت بداء قد أصاب بالبطن، أو الموت بالغرق، أو بالهدم، أو بالحرق. موت المرأة أثناء فترة النفاس. الموت بداء السل، فقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الموت بالسل يعد من الشهادة. الموت أثناء الدفاع عن النفس وعن المال وعن الدين. موت المرابط في سبيل الله تعالى، لما ورد عن رسول الله أنه قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجرى عليه رزقه وآمن الفتان. الموت أثناء القيام بعمل من الأعمال الصالحة التي ترضي الله. أما عن أسباب حسن الخاتمة، إن الله عز وجل غني عن عباده، فمن أطاع الله فقد نفع نفسه، ومن عصاه فقد ضر نفسه. وإن الأعمال الصالحة هي السبب في كل خير في الدنيا والآخرة، وأفضل الأعمال وأعظمها عند الله هي أعمال القلوب، كالإيمان والتوكل والخوف والرجاء. وكل ما يصدر من الأعمال على الجوارح يكون تابعا ونابعا من القلب، ومن وفقه الله للأعمال الصالحة فقد كتب له حسن الخاتمة.